الفيديو هذا راح يكون كثير طويل، فلهيك بنهلا بقلكم جيبوا شاي، جيبوا قهوة، جيبوا أي شيء إنكم تشربوه هيك عشان تستمتعوا بهالفيديو هاد وما يكون هيك كتير تقيل على قلبكم، لأنه الفيديو هاد راح يكون كتير فضايح. الفيديو هاد راح أحكي فيه كتير شغلات لأول مرة من لما بلشت اليوتيوب. قديه عندك من إكس؟ قديش عمرك؟ وهل أنت في علاقة؟ شو هي قصة تغييري لديانتي؟ وين بدك تنتقلي؟ وهل بتحبي أحمد كزوج؟ او ماي جاد، انا حمريت. هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو الفيديو هذا بحسه استثنائي وفيديو راح يكون كتير مميز، وممكن يكون اول واخر فيديو كيو ان اي. انا ما بعرف احكي على كل شيء مشان انتو تتعرفوا علي، والصراحة هالشي ما طلع مني من فراغ، طلع بس من محبة مني لإلكم انكم تتعرفوا علي اكتر، تعرفوا مين هي ميرا. سو اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني، اهلا فيكم في القناة، انا اسمي ميرا. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، فعل الجرس لانه الجرس بنفس اهمية الاشتراك، وبالمرة سوي لايك لانه هالفيديو هذا كتير مميز بالنسبة لإلي. هون على الموبايل اخذت سكرين شوت لكل اسئلتكم. سو تبارك محمد بتقلي هلو ميرا، اكو واحد قلتش اني تشبهين فوتون بمسلسل زواج مصلحة التركي. من لما بلشت اليوتيوب وانا عم بسمع هالتعليق هاد، لدرجة انه انا عندي فضول كثير انه انا بتابع المسلسل اذا كان عندي وقت طبعا. فاكتبولي تحت في شو عم تشبهني، هل شكلا او تصرفا، لانه انا ماني حاضر المسلسل فبدي اعرف عن. آية بتقول سلام حبيبتي ميرا، اريد ان اسألك، انا عم بدرس اللغة الانجليزية من المغرب، واريد لم اخذ الاجازة ان اهاجر الى اوروبا او امريكا لاتمم دراستي، لكن اريد ان ادرس الطب رغم انني كنت ادبية في بلدي، اذا هل ممكن ان ادرس الطب او سوف اجد مشاكل فيها؟ بتمنى تجاوبيني لانه راح يكون هذا الجواب مصير مستقبلي. شوفي، اذا معك هاد، معك مصاري، فيك تدرسي في اي دولة، كنت عندك تخصص ادبي او علمي، هالشي ابدا ما راح يفرق، المهم عندك هاد فكل شيء سهل. مادامك انت عم بتحبي المجال، صدقيني رح توصلي للطب ورح تنجحي فيه. وانا درسوا معي عالم كانوا اداب، بعدين في عنا شيء اسمه في تونس اللي هو خلينا نقول مناظرة اعادة التوجيه، فهني كانوا ادبي وراحوا سووا هالمناظرة بعدين فاتوا طب وبيدرسوا الطب وكتير متفوقين. فابدا لا تحطوا انت ادبي انت علمي، هاي خرافات. اوكي، كل شيء له علاقة بالعزيمة وارادة الانسان. بنت ثانية بتقول كيف اتخلص من الحب لانه يأثر على اهدافي؟ انا بحبك وانا كتير بحبك، انا صورت كثير عن هالشي وحكيت كثير عن هالشي، رح اتركلك 2 فيديوز، روحي شوفيهم واحضريهم، رح يفيدوك كثير ورح يغيروا كثير من تفكيرك. اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، كمان رح خليكم نوتيفيكيشن هون او هون. اميرة بتقول لي حلمك بس تصيري دكتورة ولا عندك طموح تاني؟ طبعا عندي طموح تاني، وهالشي هاد هو اللي خلاني انا اغير البلد وافكر في الاستقرار في بلد ثاني بتكون الحياة بالنسبة لي انا فيها اسهل بكثير من الوضع الحالي. هالشي هذا هو اللي خلاني اخذ هاي المجازفة. وشو هي اصلا الحياة بدون ما يكون فيها مجازفة؟ مليون سؤال بيحكي شو هي قصة تغييري لديانتي، انا شو هي ديانت، انا مسلمة سنية على المذهب المالكي. جواب كثير صريح، وبتمنى ان ما تخلي انه الرابط ما بيننا ينتهي او بيسوي تفرقة ما بيننا، لانه كلياتنا واحد، وهي القناة للجميع مهما كانت معتقداتنا وجنسياتنا. مبدأ هاي القناة واضح، هو انه نحقق اهدافنا وننشر الطاقة الايجابية. القصة ليست في تغيير الديانة، بل قصة انه انا اخترت، مغيرت، اخترت اصلا انه انا عشت في عيلة موسعة فيها معتقدات مختلفة جدا، فيها الملحد زي ما فيها المسلم. سو زوزو ايمان بتقولي اولا مبروك عليك النجاح وان شاء الله كل التقدم والازدهار، thank you so much حياتي. وسؤالي هو شو هو شغفك الحقيقي؟ اليوتيوب صراحة والأمانة. شو التخصص اللي تحبي تدرسيه وتكملي فيه؟ جراحة التجميل. وممكن جوابك يلهمني ويساعدني كثير، لأنه أنا فعلا ضايعة، لأنه مرة قلتي أنه عملتي طب من أجل والدتك، صحيح، لأنه أنا كمان مثلك طب سنة أولى، بس ما عندي أي شغف أو اهتمام تجاهه وما عندي أي حماس لدراسته، وهالشي عم يأثر بالسلب خاصة مع صعوبة التخصص في انتظار ردك. طيب يا إيمان بقلك شغلة، انا كنت هناك وبعرف كل الوجع والالم اللي انت عم تحسي فيه، اللي ما رح يحس فيكي الا حدا عاش تجربتك، which is me baby. رح تتعودي، عيشي هديك الفترة
ورح تتعودي صدقيني. وحاولي انك تتابعي اي حدا بيحكي عن الطب، اي حدا شغوف بالطب، عشان انه يحفزك لتكملي في هداك المجال. وشوي شوي لما تتعمقي في المواد المهمة رح تلاقي انه في اشياء تلفت نظرك ورح تحبيها ورح تكملي فيها المجال باذن الله. سو نسيم بتقولي مخطوبة او لا؟ ماني مخطوبة. سو فاطمة بتقولي قديش عمرك وهل انت في علاقة، وبرأيك شو هو العمر المناسب للزواج؟ انا في منتصف العشرينات، اخ لقد هرمنا بلشنا نكبر. شو هو العمر المناسب بالنسبة لي للزواج؟ العمر المناسب للزواج مو انك توصلي للعشرين او للثلاثين او الخمسة وثلاثين او لثمانتاشر سنة. بالنسبة لي شخصيا انك تكوني ناضجة فكريا وقادرة انك انت تتحملي مسؤولية عائلة ومسؤولية رجل، والاهم انك انت مرتاحة لانسان بتحسي انه فيك تكملي حياتك مع شخص معين. واحنا بما اننا بشر وبما اننا مختلفين كليا عن البعض، فكل حدا فينا بيوصل للوعي هاد او للنضج هاد في سن مختلف. مع او ضد انك تعرس برجل اجنبي، نقصد اوروبي والا امريكي مش من دولة عربية اخرى؟ انا ما عندي اي مشكلة انه اتزوج حدا اجنبي سواء كان امريكي او اوروبي. انا عندي ماي كازن متزوجة امريكي، قريبتي الثانية متزوجة فرنسي، وعندنا قريبتنا الثانية متزوجة سعودي، فبحس انه شفت هالشي في عائلتي فما عم شوف انه شيء غريب. ولكن انا كميرة بحب الرجل العربي للأمانة، ما عم شوف الرجل الاجنبي بالنسبة لي اي اتراكشن، وهذا كشكل يعني خارجي. ما بحب الرجل الأشقر، بحب الرجل هيك الجمال العربي، فهمتوني؟ فيا أنا متحيزة للرجل العربي صراحة. So, صديقتنا بتقول بيقولوا الشغف إلا شيء ما منحبه صعب يضل، شو هو الشيء اللي حافظ على شغفك مشان الدراسة؟ وكيف كنتي تتصرفي لما تحسي بيوم من الأيام إنه ما عاد فيك تسوي أي شيء؟ بحبك كتير بتول من سوريا، وأنا بحبك يا بتول. انا من النوع اللي بحس لما بفقد الشغف بنعزل، بقعد مع حالي اراجع حالي شو الشي الغلط، شو اللي ما عم يزبط معي، بكتب وادون افكاري، بعدين بطلع من هديك العزلة، بطلع بميرة جديدة، بميرة كلها طاقة. وبالنسبة للشغف، الشغف عمره ما بيروح وبيجي، لما تكوني عن جد شغوفة بهالشي رح تظلي طول عمرك شغوفة به، فبس التحفيز هو اللي بيروح. في فرق ما بين الشغف والتحفيز. شنو هو الشيء يلي عند اهلك خط احمر انه تسوي اموتش عليك حوراء من العراق وانا اموت عليك حوراء؟ صراحه ما بعرف شو ممكن يكون عند اهلي خط احمر، بس انا عن نفسي ما اتجاوز حدود. قبل ما يكون عندي خوف من اهلي، فانا عندي مبادئ الخاصه واحترامي لذاتي، فاحترامي لذاتي ما بيخليني لا اتجاوز لا على حالي ولا اتجاوز على الناس، بس هيك. كمان حوراء بتقولي رح ترجعين الى تونس بعد ما تتخرجين؟ ما في اي مخطط اني انا ارجع لتونس، انا بدي استقر في الخارج. وصراحة والامانة يا بنات، انا حلمي انه عائلتي تكون معي في البلد اللي انا رح استقر فيه، لانه انا بعد ما عشت الغربة حسيت انه انا ما فيني اكون بعيدة على اهلي ولا فيني اعيش في دولة عربية، فانه اشتغل على حالي لدرجة انه اهلي يكونوا معي، خاصة امي. صراحة السؤال كتير ضحكني. صديقتنا بتقولي تي كومبيان دو اكس، يعني قديه عندك من اكس؟ سو عندي اكس واحد. عندي سؤال، شو رأيك بالاشخاص اللي بيجرحوا بالحكي عن قصد؟ هدول مصاصي طاقة ولازمك تزتيهم. اكبر مزبلة موجودة عندك قريبة من البيت اللي هي مزبلة التاريخ. مريم بتقولي انا كتير بحبك، وانا يا مريومة بحبك اكتر. وين بدك تنتقي؟ الصراحة يا جماعة الموضوع هذا يطول شرحه. كانت قدامي ثلاث خيارات، كانت قدامي قطر ومصر وروسيا واستراليا. هدول الدول اللي كانوا رح يقبلوا كوبيريشن، او خلينا نقول انه ما رح يرجعوني من البداية، لانه تركيا بترجعك، رومانيا بترجعك، المانيا بترجعك، اغلب دول العالم بترجعك للبداية. كنت ناوية او فكرت انه انا رح اقدم على الدراسة في جامعة 6 اكتوبر. ممكن اللي بتابعوني من مصر يعرفوا هاي الجامعة، بس بعدين اهلي رفضوا اني انا بدرس في دولة عربية. وبالنسبة لقطر، الدراسة فيها كثير كثير نار يا حبيبي نار، اللي هي جامعة قطر. جامعة قطر من اقوى الجامعات العربية اللي عنا، فكانوا تقريبا طالبين 32,000 دولار، وتصل لاخر سنوات الجراحة، تخصص الجراحة توصل لفوق 100,000 دولار. انا لو عندي هاي الفلوس كلها انا ليش بدرس؟
حدا يفهمني ليش بدرس؟ ليش طرحت فكرة قطر انه انا بدرس فيها؟ لانه لو اشتغلت في قطر الرواسب للمتخصصين في الطب كتير كتير عالية، والحياة هناك كتير منيحة انك تعيشي، ما عدا انه طقسك مش منيح في قطر، بس فيك تتجاوزيه اذا كان راتبك كتير عالي. فلهيك انا فكرت اني انا اروح لقطر. بس بشكل عام اهلي كانوا كثير رافضين فكرة اني انا بدرس في دولة عربية، ما بعرف ليش، بس كانوا حابين انه انا بدرس اظلني في اوروبا. اي دولة اوروبية كانت بالنسبة لاهلي شيء منيح. اذا رحت لاستراليا راح اكون موجودة في سيدني، اذا رحت لروسيا راح اكون موجودة في سان بيترسبورغ. هلا ما بعرف ولا شيء لانه مقدمة اوراقي ومنتظرة الاجابة. راح نشوف هالشيء في الايام الجاية، اكيد راح اخذكم في البروسيس كامل، تصوير، شقة جديدة، سفر، طيارة، كل شيء راح اخذكم معي. ليش بدي حاليا ادرس على حسابي الخاص؟ لانه المنحة عبارة عن بهدلة بالنسبة لي، لازم مجهود كبير، لازم تفرغ كامل للدراسة. انا الصراحة بدي اسوي اشياء ثانية في حياتي، ما بدي بس يضيع عمري وسنوات شبابي فقط على الدراسة، انه بس قاعدة على المكتب وعم بدرس. لا، عندي طموح ثاني في الحياة، بدي اسوي my own business. فحتى اختياري على للدول هاي كان مبني انه انا اسوي project هناك، وكان مبني على استقرار دائم، وكمان كان مبني انه راتبي في الطب يكون منيح اذا انا قررت اشتغل في الطب. صديقتي بتقولي كيف تقدري تعتمدي على نفسك وفي كل شيء، وما هي الاشياء والوسائل اللي تخليكي تكوني قوية وخليتك تكون شخصيتك متفائلة وقوية ما شاء الله. I guess انه الطبع، انه انا طبعي هيك، خلافا عن انه حب الذات. انا بحب حالي كثير. في جملة كثير بحبها من فيلم جاب ويميت اللي هي May Upney Favor Too، بمعنى انه انا افضل شخص بالنسبة لي. فدايما اتعالج ذاتيا وروحيا، اتدوى بحالي، اتدوى بذاتي، ودايما نفسي هي اللي بتدفعني اني انا اكون انسانة افضل. لهيك دايما بقلكم انه فن حب الذات شيء اساسي لازم يكون عند اي حدا فيكم. اما برجي فهو برج الدلو. ماريا لايف ستايل تقولي شو المقولة اللي تؤمن فيها؟ بؤمن بمقولة when there is a will there is a way. دايما لما بيكون في عزيمة وارادة في الحياة، الله رح يصنع لك طريق في المكان، لو تحت الارض فوق البحر الله رح يصنع لك طريق. بؤمن بهالشي، مجربته. سما بتقولي ايه هي تجربتك من التعامل مع المصريين؟ بتحبيهم؟ رح يكون جوابي كثير واضح، وممكن كلامي ما بيعجب كثير ناس فيكم، بس رح اقول الحقيقة. انا شفت ناس منيحة وشفت ناس سيئة من مصر، وما خليت الناس هدول السيئة بيأثروا على الناس المنيحة. دايما حكمت انه الشخص السيء هو يمثل نفسه فقط، ما يمثل بلده. وانتو لازمكم كمان تبطلوا سياسة التعميم، لانه سياسة التعميم هي سياسة القطيع. انا عندي 2 رفقات من مصر بيعقدوا بيجنوا بالنسبة لي، رمز التفاؤل، رمز العزيمة، رمز القوة، وبموت عليهم وبفديهم بحياتي، مياسم واحمد. انتو اوريدي بتعرفوهم الاثنين، وهن الاثنين خلوني اعشق مصر، مو بس بحب. تحيه لكل متابعيني من مصر، انا بحبكم قوي قوي. على فكره انا كتير فاشله في المصري. كانت بدايتك على اليوتيوب؟ صراحه بدايتي في اليوتيوب كانت كتير صعبه. اول شيء كنت بصور بالموبايل، ما كانت عندي كاميرا او رينج لايت او اضاءه او كل هاي الاشياء، غير عن انه اهلي كانوا ضد جدا انه انا اصور فيديوهات على اليوتيوب، لانه ما في اي بنت في العائله كانت عم تسوي شيء زي هيك. فانا كنت اول واحده تخرج على هالشي، تخرج على عاداته والتقاليد، فكان كثير صعب. بس خليني اقول انه انا ممكن سهلت لبنات كثير من عائلتي انهم يبلشوا هالشي اذا كان بدهم. مريم بتقولي بدي اعرف اذا مريتي بتجارب قاسية بالغربة، اذا فكرتي انك ترجعي لتونس وخلاص ما راح تكفي. ما عمري فكرت في هالفكرة، انا انسانة ما بتستسلم وما بيدخل اليأس لقلبي، مستحيل يعني. فدايما بظلني بحاول بحاول، بس ايه مريت بتجارب كثير كثير قاسية في الغربة، بس الحمد لله الله معي. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. انا انسانة مؤمنة، بؤمن انه الله رح يكون معي وسند لإلي في كل خطوة بخطوها في حياتي، وانا ما بخاف من حدا غير من رب العالمين. وهل تقدم لك اشخاص للزواج؟ ايه كثير الصراحة. صراحة ما تقدم لي طيار، يعني ما بعرف انه هاي الكذبة كل البنات بيكذبوها. لا، انا ما تقدم لي لا طيار ولا دكتور ولا مهندس. فهدول الثلاثة ما صاروا بحياتي. هي امنية بتقولي ما هي نصيحتك لنا بالحياة؟ شوي عمق. هلا نصيحتي لإلك انك ما تفتحي ودانك لحدا
كل تركيزك لازم يكون فقط على شيء واحد انك توصلي لهدفك. راح تلاقي كثير مصاصين طاقة، راح تمري بكثير طفيلات، راح تشوفي العجائب في هاي الحياة. وبعرف انه اصعب شيء علينا كبشر انه نعيش الحياة، لانه الحياة كثير صعبة. فخلال هاي البروسيس هذا ما تفقدي ذاتك، تصالحي مع كل خطأ انت ارتكبتيه في الحياة، ولا تعيشي كثير في الماضي. وهيك هو اسم على مسمى الماضي، ماضي. لا تخلوا الماضي تبعكم يحدد مستقبلكم. في مليون سؤال انسأل على هالشيء، شو هو اسمي الحقيقي؟ اسمي الحقيقي ويام عمامي، ويام هو اسمي، عمامي هو لقب العيلة. طيب شو قصة اسم ميرا؟ ميرا هو اسم الدلع تبعي. فخلافا عن انه انا بحب الاسمين، لانه الاسمين يحملوا كثير معاني، ويام بيعني الود والعشرة وهو اسم عربي، اما ميرا هو اسم امازيغي ويعني المرأة المكافحة او المرأة المناضلة، القدوة، شي زي هيك. يعني الاسمين كثير بيمثلوني وبيعنوني كثير. سؤال تاني، هل عندك كراش؟ وهل حبيتي او اعجبتي بشخص؟ وهل شو الاحراج يا؟ وهل بتحبي احمد كزوج؟ ومين انا حمريت. اوكي يا جماعة، هل عندي كراش؟ يعني تقريبا ايه، مني متأكدة من الموضوع، بس بتأكد اول ما بتأكد بقلكم. هل حبيتي؟ انا حبيت ايه، انا حبيت مرة بس في حياتي. وهل بتحبي احمد كزوج؟ يا جماعة بدي اوضح لكم شغلة، انه احمد من اعز رفقاتي، انا كتير بحبه وكتير بحترمه، وما بدي اخسر هالشخص او البني ادم تحت اي مسمى كان. كيف اجى عبالك انه انا واحمد ممكن نكون يعني كزوجين؟ بحس انه انا واحمد شخصيتنا كتير مختلفة، لدرجة انه انا وهو ما بنقدر نعيش تحت سقف واحد، راح نموت بعض. حكيت برشا وريقي شيح وصوتي بحق، بعرف ما حدا عم يفهم انا شو عم بقول هلا، لانه صرت بحكي تونسي. بس حبيت بهالفيديو اتقرب منكم اكتر، تعرفوني كاختكم، كصديقتكم اللي بتشوفوها بس من الفيديوز، مين هي، شو قصتها، قديش عمرها، شو ديانتها، مين اصلها، وكل هاي الشغلات. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو. روحوا تابعوني على الانستغرام بالمرة. هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو، ديروا بالك مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامات يا ولد سليمان، باي.